أهلا ومرحبا بكم على جريدة أصوات في حلقة خاصة مع الرابر لاجيس وعضو من أعضاء مجموعة سيبيكات كينج. مرحبا بك لاجيس. الله يبارك فيك أخشي. ممكن تعرف جمهور ذلك أكثر؟ أنا لاجيس رابر مغربي كان جميل مجموعة ديال سيبيكات كينج اللي هي مجموعة معروفة في المغرب. كيقولوا بأن سيبيكات كينج كتنسمي الخلية الإجرامية، شنو تقدر تقول؟ اودي دابا هذا السؤال هذا ديما كيتطرح عليا في لي زانترفيو بان حنا باننا خليه اجراميه، ولكن بالنسبه ليا حنا هادشي كيتراوج كيروجوه بعض الناس. علاش؟ حيت حنا كنغنيو واحد الموسيقى ديال ستريت ديال الزنقه، يعني كتكون واحد داكشي اللي كنعيشوه، يعني داكشي اللي كتعيشو يوميا كتشوفو هو اللي كتعاود تغني، وداكشي عيشوا اي واحد. ولكن بنادم واخد واحد الفكره باننا حنا راه كنمارسوا الاجرام باش كنصرفوا على موسيقى الراب، وهادشي ما كاينش. كنعرفوا بان السيبيكات انتشرت في العالم كامل، بغينا نعرفوا شنو السر وراء ذلك. السر هو النجاح ديال الاغاني ديالنا، وباننا ايكيب كنخدموا مع بعضياتنا، وشي كيعاون شي كنساعدوا بعضياتنا في كل شيء، في تصوير كليبات، في تسجيل، يعني حنا واحد ليكيب اللي كنخدموا واحد الخدمه اللي خلاتنا نكونوا ناجحين، والاغاني ديالنا فاتوا المغرب، ما ولينا تقدر تسمعنا في الطاليان، فرنسا، جميع الدول، فهمتي؟ وهذا الشيء عندنا في الجماهير في كاع بقاع العالم. لاجيس، ممكن تعطينا المهن ديال العناصر ديال سيبيكات كينج؟ وكل المهن ديالو كاينين، اللي كاينين صحفيين عندنا، كاينين الدراري اللي خدامين في مراكز حساسة، كاين اللي قاريين، كاين اللي عندهم ديبلومات، كاين اللي قاري في مدارس عليا، كاين اللي عنده مشاريع ديالو كيعاون الدراري، كاين اللي عنده مدارس، كله شنو عنده. كاينين هادشي معروف باننا راه حيت حنا فينا جميع فئات المجتمع. بالنسبه للالبوم ديال مستر الرجعيه، واش سمعتيه داخل السجن ولا خارج السجن؟ لا، الالبوم ديال مستر الرجعيه منين كان سجلو مورو سالا منه، كان صيفط الدياسك لواحد الدراري صحابي ودخلوني الدياسك وسمعتهم في الحبس، حيت هذاك الالبوم كامل كان خارج على القصه كيفاش تشدينا وعلى التوام اللي كانت تلفقات لينا ظلما وعدوانا باننا كنتاجرو في المخدرات وباننا كنديرو الاجرام، واخا ما كانتش عندنا التضحيه وحده، ما لقاو عندنا مادات، لقاو عندنا غرام واحد كنا كنستهلكوه، ردونا فخو داك الشيء، جمعونا ردونا عصابه من تما، وهي تولي كتراوج بان حنا راه عصابه اجراميه، مي حنا كنا كنستهلكو كما كيستهلك اي واحد المخدرات في المغرب. كاع الدراري مبليين والله يعفو عليهم، كاين اللي كيكمي الحشيش، كاين اللي كيشرب الشراب، كل واش كيدير والله يعفو على كل واحد. حنا ماشي تزادينا بداك الشيء وهذوك الاغلاط كيوقعوا، والحمد لله دابا الله راه عفا عنا من كل شيء، راه بقينا كنكميو الكار والشراب. شنو علاقة لاجيس بالمدينة القديمة؟ علاقة ابن بالام ديالو، انا المدينة بحال امي، بحال واحد الدرب اللي عشت فيه وتكبرت فيه وترعرعت فيه، يعني دربكم، منين كتكون دربكم راه بحال واحد وسط واحد العائله، كتلقى واحد الدفء اللي مع ولاد دربكم، والمدينه القديمه كتبقى عندنا فوق الراس وديما كلاب مسبق. سمعنا هاد الايام بزاف ديال الكلاشات بين السيبيكات وبين جلوطه، وشفنا بلي هادشي مابقاش منحصر غير في الشباب ولا كما كيقولوا في الزنقه. دابا جلوطه كما كنقولوا هو واحد الرابور اللي كان غابر واحد المده. هاد المدة منين جا هو اصلا كان كيعرف سيبيكات كينج، حيت حنا مجموعة عندها 12 عام. منين رجع لقانا عندنا واحد النجاح كبير، فهمتي؟ فكما كنقولوا في الراب، ناض كلاش انا قبلنا البيف كنا غنجاوبو، ولكن هو باش كما كنقولوا باللغة ديالنا ديال الزنقة فرشها ناض، دار ستوريات سبنا والدينا، حنا اي واحد غيسبنا والدينا نتحداو، كما داك كان داكشي تحديتو ونطو جاوبتو انا بالسبان، وهادشي اذا نتسب ليا والديا دونك نرد عليك بالسبان، وهادشي اللي خلى داكشي يخرج من الموسيقى والبيف اللي معروف في الكلاش، خلاه يخرج للزنقه.
ومنين خرج الزنقه طراو مشاكل، وانا مع مش انا ما صبرتش، طلعت من كازا للرباط، ومن الرباط طلعت لسلا عند الدراري ديالنا في سلا كما كتشوفوا معايا اخويا اكرم، كان هذا من الدراري ديالنا ديال سلا، وعندنا الدراري بزاف في سلا. طلعت عند الدراري ديال سلا وقلت لهم مرحبا بك، الا بغيتينا نتلاقاو انا جيت حتى لعندك على داك السبان. منين جاو تلاقينا في الزنقه قال لي اخويا اسمح لي انا فري غلط، وسبيت لك والديك وهادي، وسبيت لكم والديكم وهادي، وهذا راه كيبقى موسيقى. قلت له لا انت راه خرجتها من الموسيقى للزنقه، يعني بديتي سبان. من واحد كيعترف بالغلط ديالو راه كنسمحو، وراه ربي وكيسمح. شفنا في مرحلة كوفيد خلات بزاف ديال الفنانين كيتواصلوا في السوشيال ميديا مع لي فان ديالهم، بغينا نعرفوا سيبيكات كيفاش ساهمت في التوعية في هاد الجائحة. وكما كنا في الأول وهادشي راه كيشهدوا به الجمهور ديالنا كاملين، بأننا درنا ستوريات، درنا لايفات، كنا كنقولوا من الناس وكنطالبوا من الناس باش يبقاو في دارهم. تجندنا كاملين كسيبيكات كينغ، حتى حنا كيسمعونا بزاف ديال الشباب اللي في السن ديالنا، تجندنا باش حنا نخدموا الوطن ديالنا كما كيخدموا جميع الفنانين، حيت الفنان الدور ديالو هو يؤدي واحد الرساله لنبيله. وحنا كنا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله كما قال لنا، وضروري بنادم باش يوعى بان راه هذاك المرض خطير. ودرنا ديك الحمله حتى حنا في الاول كما داروا جميع الفنانين، ولا ضروري غندير يكون الدور ديال سيبيكات غينغ، حيت الدور ديال سيبيكات غينغ عنده تاثير كبير في هذا الموضوع. اكيد غنعطيك اسماء ديال ديغابور، وبغيتك تعطينا راي ديالك فيهم. مرحبا. فرده. والفرده داك كيبقى ولد عمي ومن احسن روابا عندي، وموسيقى شو سابقه وعنده الجمهور ديالو، وكيبقى رابور كبير. حلوه. لا علاقة وما كا تخربيقة وصدقاش. ستار. وستار دمي هذاك خويا، هذاك خويا اللي ما ولداتوش ليا امي وعشيري ديال بصح. مورو خويا الكبير، وسبيسيال ديديكاس لخويا زكي. لاكيس كلمة أخيرة للجمهور ديالك. الكلمة ما عمرها غتكون هي الكلمة الأخيرة للجمهور ديالي بيان سيغ، حيت الجمهور ديما كنتواصل معاه لا في الانستغرام لا في أي لعيبة. نتوما راكم عزاز عليا وانت انا راه عزيز عليكم، وسيبيكات غينغ حتى الموت كالاب وسبير، ورا غادي تسناو الجديد وغيكون قريب ان شاء الله. اي 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 مرحبا بك هنا في مدينه اجي دخول عند لاكيس، حنا عندنا في الحومه كيجد باقي ابليس، نحيد لك بريز هنا ما كاينش بيس، عيني غفله كيس كنشوف عدويا داب كاع لي كانوا كيتشفاو راسك عذاب، كنقصدو بنادم فاس وخاطينا مثل الباب، كتب ودير طلب وتسنى خو جواب، كالابو سبير راسك غادي طير، لا قلبتي على الرجولة غادي تلقى غير الخير، دخلتينا مجناب غادي تلقى المساطير، مدينة قديمة خو الملاح جمعوا الأساطير، كاس عصير كيبقاو فيا العصافير، حنايا ماشي عناصر كنديروش الكبائر، اخي بغلط دير في حياتك هي تشوف فينا لاكير، غادي تبدلو المظاهر كالا اومبي اميغو اميغو.